أول حاجة كنهديو هاد اللقب هذا للجماهير ديالنا البركانية اللي ضربت معنا تمارة بكل صراحة، كيضربوا الطريق فيما مشينا كنجبروهم مورانا، وكنظن ثالث لقب لينا في هذا العام هذا اللي هو تاريخي، ودخلنا التاريخ من أوسع الأبواب ديالو. وكنبغي نشكر جميع اللعابة من صغيرنا الكبير، كل شيء كنقول لهم شكرا لهذا المباراة. الحمد لله الانتصار هذا كنا عالمين عليه، واخا داك الشيء النتيجة كتبقى عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله ونشكرو النتيجة. هذا الشيء هذا جاء تضحيات من بداية السنة، ماشي هذه اللي فاتت، كنا واضعين واحد المشروع والحمد لله تحقق ديال 2022، طروا لي كوب اللي لعبنا عليهم الحمد لله 3-0، وان شاء الله هذا العام هذا نزيدو نطمحو نلعبو على اللي تيتخاف، وان شاء الله هذا العام هذا نقولو الكلمة ديالنا. خصنا مازال خدمة، خصنا بزاف ديال الخدمة باش نوصلو المنتخب ديالنا ان شاء الله. كتشوف المقابلة كانت واحد الجو عائلي، ضربنا وسط التيران، كنبغي نشكر الجمهور ديال الفريقين، الفريق الوداد والفريق نهضه بركان اللي قاموا بواحد لوحه فنيه في المدرجات. الحمد لله كان لونغاجمون، الدراري كانوا عازمين وعارفين المسؤوليه اللي عليهم باش يحققوا اللقب الثالث هذا الموسم، والحمد لله تأتالينا. وكنبغي هاد النهدي هاد الثلاثيه العائله ديالي والجمهور ديال النهضه البركانيه، وهذا هاد اللقب هذا يعطينا واحد الحافز ان شاء الله باش نبداو نخرجوا من الدوامه ديال النتائج السلبيه، وغيعطينا باش نشوف الشامبيون مزيان ان شاء الله. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.